اليوم جيت غادي نهضر لكم على بغيت نهضر لكم شويه على الكتب نتاع تمازيغت نتاع الغرب الجزائري. بالك بزاف تاع انا كنت هضرت عليهم هاد الكتب، بصح بالك بزاف تاع الناس ما شافوهمش في لي فيديو تاعي، خاطر كي هضرت عليهم خاطر هضرت عليهم في داك الفيديو نتاع المناطق اللي كانت تهضر تمازيغت في البدايه تاع القرن العشرين. كنت بارطاجيت معاكم ان ريسونسمون، بصح اليوم غادي نوري لكم هاد الكتب باش الناس اللي تحكي تمازيغت ولا تعرف هاد الكتب نتاع تمازيغت تاع الغرب الجزائري ويعرفوا، بل كاين اللي ما يعرفوش اصلا باللي في تمازيغت في الغرب الجزائري كاين اللي يحكوا تمازيغت. فالور نبدا لكم بهذا هاد الكتاب اللي هو تاع نضرومه، يسموه نضرومه اليترارا تاع غوني باسي. هذا كاين اون بي دي اف، بزاف منكم يعرفوه بلي انا اصلي ما تلمساه نضرومه من جهه تبع. فالور هذا الكتاب يحكي على نضرومه اليترارا امازيغ تاع نضرومه، وما فيش بزاف تاع تمازيغ، بصح فيه فلافان فلافان تاع الكتاب. شنو نوريهاكم في لافان هنايا تلقوا دايرين ديالكت، هو ديالكت بربر دو لا ريجيون تاع نضرومه، اي لي ديالكت دي بني بوسعيد، يعني نفس الديالكت اللي تهضر في نضرومه هو نفسه اللي يهضر في بني بوسعيد، هو نفسه اللي يهضر في الجهه كاع تاع تلمسان. ففي بارتي صغيره شويه بصح فيه شويه تمازيغت تاع نضرومه. فهاد الكتاب هذا تلقوه بي دي اف، ها هو تلقوه هذا الكتاب اون بي دي اف سور انترنت كاين. انا نضرومه مهتم بها جيست باسكو انا اصلي هذا مكان. انا كاين هذا يهضر على تاع نضرومه في هذا بيبلي في 1888 اللي هو تاع شارل، ها هو شارل de mon prix 6 mois chez les Trara tribu berbère de la province d'Oran. وهذا اللي فيه مبارطاجين شويه تاع على الامازيغ تاع نضرومه في ذاك الوقت في القرن 19، دايرين كالكو فيديو بليتو دي فوتو كيفاش كانوا عايشين فيها. كيما هذه فامي تاع امازيغ تاع نضرومه. المهم هذا مليح. كاين نتاع تمازيغت نتاع مستغانم ونتاع تيارت كاينين في هذا الكتاب اللي هو اتود سور لازناتية دو لوارسوني اي دو مغرب سنترال تاع روني باسي. تاني الكتاب بيبلي في 1895 واللي فيه هنا الداخل فيه هنا تمازيغت نتاع في بزاف انواع تاع اللهجات، بصح فيه اللهجه اللي مالوغوزمون ما عندناش كتاب وماتت هذه كاش اللي راه يهضرها. بصح دوك نوريكم هاي تاع عشعشة، هاي هنا تاع عشعشة وتاع بني حليمة. بني حليمة هي تاع تيرت وعشعشة هي تاع مستغانم، كاينة في هذا الكتاب. هاد الكتاب تاني كاين اون بي دي اف، الناس اللي تبغي تجيبه كاين هاد الكتاب تلقوه اون بي دي اف. كاين هاد الكتاب اللي نادر بزاف بزاف وعلى حساب علمي ما كانش اون بي دي اف، انا حوست عليه ما لقيتش اون بي دي اف، اللي هو ايتود سور ديالكت دي باطيوا دو فيي ارزيو تاع بيارني. الكتاب مبيبلي في 1911 اللي هو تمازيغ تاع وهران واللي حتى هي ماتت. هذا الكتاب تاني كبير، اوغوزمون مازال باقي تنا تمازيغ تاع وهران، بصح مالوغوزمون هذا الكتاب ما عاودوش طبعو، هذا قليل تلقوه جوست سوغ انترنيت يتباع وغالي خاطرش ما بقاوش بزاف تاع النسخ.
وكاين تمازيغت نتاع بني سنوس الثاني تاع تلمسان، كاين ثلاثة تاع الكتب، كاين هذا اللي هو Étude sur le dialecte berbère d'Ibn Snous. هذا الكتاب صح هذا تعاود تطبع بصح كاين اون بي دي اف سي جو مي رابيل. هذا الكتاب تطبع في 1911، هذا ها هو راه كاين هنا 1907 ها هو، خاطش هذا غير تعاود تطبع جديد بصح الكتاب الاصلي تطبع في 1907. وكاين طوم دو، طوم دوزيام اللي هو هذا اللي هو إتود سور لو ديالكت بربر دي بن سنوس، والكتاب كانت تطبع في 1911. هذا فيه دي تكست تاع بن سنوس تمازيغت ومترجمين بالفرنسي، بلاس 300 صفحة تاع تمازيغ تاع بن سنوس تاع تلمسان. كاين ديكسيونير تاني تاع بن سنوس ديالكت فرونسي بربر ديالكت دي بن سنوس، هذا تطبع في 1914. وهذا كاين هذا الديكسيونير كاين سوغ انترنت بي دي اف، هذا الكتاب تلقوه ديكسيونير فرونسي بربر ديالكت دي بن سنوس. نسيت باش نقول لكم بلي هذا Étude sur le dialecte berbère d'Ibn Snous, tome 2, tome 2e, mais qu'un en PDF. Qu'un juste kitab qui m'a hack, tu le trouves sur Amazon, yitba. Ça en PDF, malheureusement, mais qu'un. C'est mal. Temazirt, n't'Ibn Snous, qu'un rihada, l'étude sur le dialecte berbère d'Ibn Snous, ou qu'un dictionnaire français berbère, t'Ibn Snous. Ça, mais qu'un, malheureusement. لي تيكست هنا ما كانش، كاين غير شويه هنايا في هذا ليتود في طومان. وبالنسبه للتمازيغت نتاع التمازيغت نتاع نعامه نتاع البياض نتاع بشار تلقوها في هذا الكتاب اللي هو غرامير دو بارلي بربر دو فيكيك. علاش تلقوها في هذا الكتاب دو فيكيك بيان كو فيكيك جاي في المغرب؟ خاطرش هذا الديالكت يسموه العلماء تاع اللغات يسموه شلحه دو سود اوغاني اي دو فكيك، يعني داخله في نفس المجموعه. سي بور سا تلقوا نفس الهضره اللي نفس اللهجه تاع جنوب وهران اللي يسموها تاع جنوب وهران تاع فكيك هي نفسها تاع فكيك، سي لا ميم شوز تلقوها في هذا الكتاب هذا. ف هادو هما الكتب نتاع التمازيغت نتاع الغرب الجزائري. كاين شويه نتاع نضرومه اللي وريتها لكم، انا عاقل نسيت ما قلت لكمش وقتها مطبوع، هذا مطبوع في 1901 نضرومه اليترارا. وكاين نتاع تيارت نتاع مستغانيم اللي كاينه هنا، كاين اون بي دي اف، هذا كاين اون بي دي اف. نتاع وهران ما كاينش اون بي دي اف، كاين جوست الكتاب هذا تاع بطي وارزيو. وكاين ثلاثة تاع الكتب نتاع تمازيغت نتاع تلمسان، وكاين كتاب واحد نتاع تمازيغت جنوب وهران وفكيك اللي يسموها لي لانغويس اللي يسموها تاع لو سود اوغاني دو فكيك. شمو الشلحي دو سود اوغاني دو فكيك بيان. هذه هي جيت نعطيكم تعريف شويه للكتب اللي مكتوبين على تمازيغ تاع الغرب الجزائري، لاني نظن كاين بزاف اللي ما على بالهمش اصلا باللي كاينه كتب نتاع تمازيغ تاع الغرب الجزائري، سيرتو اللي ما تبعوش لي فيديو تاعي القدم. فنتمنى